وصبحنا خميسة تاريخنا يكون بيغان تاشان إلا باتن كبيش آغوز سنة دلابوكم لبي إلا باتن كا كسو دبادة وركس وحنا ما يشوك هذا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا 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 حكتي أقدم بيسي ما هتكرتا إياغا لما تحتويدا فيلا صوماليا سيدو حوك ربا هاي شيغيسو ما هتكرتا إياغا لحقيجيين مدبلا أو كنولي هاي قدها فيلا صوماليا سيلامي دار رقي هوتيل حياد ويرريه او ايغان لشيغيين مدبلا هاي ديقنايين هوتيل كا اي ويررين اي حياد وحا عفسي حوغان اي كتاقان تاه امنيق مدحويني حسن شيخ محمود ما داها ما اساق اي شواب اي هل قريكو ودهو ينايان ما هتكرتا او اه امير سر او كتر سنكوحد الشواب ايغا عنصار حوغان لالة تلياها نيسا ماهد محمد سلاد سيدو هوريك دواجي تليه هوري نيسا فهد ياسين حاج داهر وحي امو قطاين دوان لوضا ماهد اي مقالة مقدشيكا جيسان دونان فلال ارقق حساه او شعب لغو وحي يلينيو سيدو كالو حا صوب بحي ان ماهد كرتا او مقالة مقدشيكو نحفز حي بقلال عيدان او قرحي كو هويسان قواسو او لجيد كو دو او يحي ان لغو وحي يلي شعب كدقن مقالة مقدشو عبسي حوغان ايا صوب جاهد مدحد او سريس الدالكا حتى مدحوين حسن شيخ محمود وحو ابو دي واي ان مسجد كمدحتو ايدو كو نحيالو او سوحا ديري وايو سوحا قا امان كاه مالين كيلا دورتي وحا او شاقي ان بقول مالمود او شباب كو عريب تيري دونو هلك بقول مالين كديب تابدل كيدي عاو مدحتو ايدو كلوهو ينا يان أسجن عبسي أوجد ومدحتو إذا نحدد حتى أكل جوشي كرين إن حال هذا أمان كما قال هذا مقدشي أي فرح كسي بحد وح على قد ريمي كري هذا الذي حسن شق محمود وهبين هرب بلشد أجيدي وحنا على قد ريمي قلقل يا عبسي هذا لا إصلاح يا حسن أيوب بلشد أجيدي لكن وح هذا الذي بربريا عها كذا وتجي قدوميها أمني كقبل كبنادر علي عبد ورير علي يرى وحنا برتي سصوري كقرال آد وعريسي حسن كرجورتي وحنا آخر نسيدة تن قلادات كوعدي عاو مدحوينه جيدي كو تن أقدر أن مدحوينها واحدة حسيها كمدرين ومدي عدوك وكحس وقهة الحياة يجن عستدي هنتدو عدوك ويرريه انتي أبد نيدنا لغو بربوري أمرك الدولة دا لابو مدحوينها وقو عدي بلشدة وحقبت سمشيغين سدح مدحوينها وحا أو بلشدة له ريمد بين عد وحونا اسكو دي إن أو بلشدة محاس تيدان إيما التبان كلا دارتو دقال أن وحش خاه كل هين وقبائل كيس أبا ولي أي شباب كلين كجن أتكادين أفر مدحوينها وقو دي دي إن أو بلشدة لابو داقو أمر دي خلدنا لغو بربوري هوتيل كحياة شان مدحوينها إسوغو مسايدك مدحتويدة أمني دراؤكو باقدي أيو مركا لدقال آنو أوتيار قروبينكو باقي ليح مدحوينها مركي أوباقو منتني مدأها وحو مدحويني فرماجو كو إيدين جري إن آنو موخال سو دووي دونين إي أو سيطو سابلشدو هور إيمان دونو بل سيطاسي مدعين إي وحو عاو صوف السحي موخال لغد دووي إسوغو واعدي غلوسو تيارييي كان أخرين أي كمبيوتر هور تيسيالي تضبو إن تاسيو دان وحا يكسو آدي عاو أي مدحوينها أبو حسنتي بقول كي مالموت أو قبسدي إنو شباب دلك كجا حرينيو يودو تابد الكيدو ومدحوينها أريما أمني وقو باقصدي مساجد كمدحتو إيدو كرد حيالا كدي مركي قرال كاسي حقيق دا وقدومي عالياري سوقري أيا تاقير ياشي دمو الجديد وحايا حسن قر قرتو وقو باقين إن عالياري حلك قدوميها أمني قبل كبنادر لغا قادو سيدو كلانا مشاركة لغا جرو إلا يحد دمو الجديد وحتى لعواء كما قادين لكن وحالة فيلا يعين دمان سراكيشي إيا مدحدي آت كو قردويد مدحويني فرماجو حلوك إيا حد هايان لغا وضا قادي دونو علي يرانا السيدة اللي وضا هو أولي بإسكا عد وحو صفك هورو قجرا كو أغو هوري إيا حلوك لغا قادي دونو xilliban abdullahi maxamed sanbalo show kamid ah xillibanada golaha shacabka kuma tala gobolka hiiraan ayaa tagay deegaanada laga xoreeyay ururka al shabaab isagoo ay weelinayaan wasiirka gaashaan dhiga italiyaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed general odawa yusuf raagi sanbalo show ka hadlay jiddo hore dagaalku ka socda ayaa bogaadiyay ciidanka dawladda ee dagaalka kula jira kooxda al shabaab xillibankan laga soo doortay magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sidoo kale soo dhaweeyay talaabooyinka ay qaadeen ciidamada dawladda xilliban kan ayaa sidoo kale soo dhaweeyay talaabooyinka ay qaadeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Hiiraan oo iskaashanaya taasi oo deegaanno hor la ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab maalmihii ugu dambeeyay waxaa dawladda mataban ka socday dhaqdhaqaaqyo military oo lagu soo horjeeday ururka Al-Shabaab waxayna ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed la wareegeen deegaanno hor leh oo ka tirsan gobolka Hiiraan isla markaana ay ka mid tahay tadaan oo in muddaha Al-Shabaab ay ka arimineen si kastaba xaalad kacsanaan ayaa laga dareemayaa deegaanada gobolka Hiiraan oo ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ay wadaan ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed kuwaasoo doonaya in guud ahaanba Al-Shabaab laga saaro deegaanada ay wali kaga sugan yihiin gobolkaasi Hiiraan Sanbalolshe ayaa u ballan qaaday ciidamada inuu garab taagan yahay isla markaana uu la shaqeyn doono oo dagaalka dhankiisa jiido hore uu ka gali doono oo la dagaalami doono dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab sidoo hadalka u dhigay faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay dil qorsheysan oo barqanimadii maanta kooxaha
dhacaysan suuqa bakara ay ugu geysteen nabadoon caan ahaa oo ku dhaqnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dilkan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in rag bistoolada ku hubaysan ay u geysteen nabadoon lagu magacaabi jiray Maxamed Nuur Diiriye oo sidoo kalena ahaa ganacsade. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in kooxda toogashada fuulisa ee goobta ka baxsatay waxana daqiiqada kadib meesha gaaray ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo halkaasii baaritaanno kala duwan ka sameeyay. Inkastoo isku socodka halkaasii uu hakad ku yimid saacado kooban, balse ugu dambeyn ciidamada dawladda ayaa markii ay wax waayeen dib u furay isku socodka goobta uu dilka ka dhacay. Dhinaca kale, xildhibaan Cabdiraxmaan Odawa oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa war xasaasi ka soo saaray dilka marxuumkan, wuxuuna sidoo kale tacsi u diray ehelada nabadoonka la dilay ee caanka ka ahaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Xildhibaanka ayaa sidoo kale Xuseen marxuumka uu ahaa oday xilkas ah isla markaana la kacabsi badan, wuxuuna ugu duceeyay in Eebbe uu ka waraabiyo Jannatul Firdaws. Markan haddii aynu eegno deegaanada Jubbaland oo dhowaan, xildhibaanada golaha wakiilada maamulkaasi ay muddo kordhin hal sano ugu sameeyeen madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo xaalad caafimaad u jooga magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Tan iyo xilligaasi wixii ka dambeeyay waxaa deegaanada Jubbaland ka taagnaa xiisado siyaasadeed oo lagu doonayo in gabi ahaanba looga hortago muddo kordhinta loo sameeyey Axmed Madoobe. Waxaana xogaha qaar ay sheegayaan in shacabka ku dhaqan deegaanada Jubbaland gabi ahaanba ay la soo baxeen hubkooda isla markaana isku diyaariyeen dagaal ka dhana hogaamiyaha muddada ka badan 8 sano ka arriminaya deegaanada Jubbaland, iyadoo ay xusid mudan tahay in magaalada Muqdisho isbahaysi loogu magacdaray badbaadada Jubbaland looga dhawaaqay isla markaana la doonayo in gabi ahaanba meesha looga saaro hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe. Xogaha ayaa sheegaya in Axmed Madoobe uu ka warhelay dhaqdhaqaaqa looga soo horjeeday ka bilowday deegaanada Jubbaland isla markaana uu amar ku bixiyay in heegan ay galaan ciidamada maamulka Jubbaland, iyadoo xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre uu haatan qorsheynayo in guddi uu xil saaro arintan isla markaana uu ka hortago in dagaal uu ka qarxo deegaanada Jubbaland. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Jubbaland ayaana amar ku bixiyay in laga hortago xiisadan ka soo cusboonaanaysa deegaanada Jubbaland ee laga soo horjeedo hogaamiyaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Ra'iisul wasaaraha ayaa kulan xasaasi oo isugu yara siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Jubbaland uu ka mid yahay Fartaag oo la doonayo in lagu bedelo booska Axmed Madoobe, janan oo la soo shaqeeya Axmed Madoobe iyo siyaasiyiin kale oo caan ka soo jeeda deegaanada maamulkaasi, isagoona ugu baaqay in xisadda la qaboojiyo isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya ka shaqeyn doonta si nabad ah in Axmed Madoobe booska looga saaro oo doorasho Jubbaland ay ka qabsoonto. Ra'iisul wasaaraha dalka ayaa shakhsiyaadkii ula kulmay wuxuu ku qanciyay in xisadda la qaboojiyo isla markaana aan la hurin xisadda ka jirta deegaanada Jubbaland. Siyaasiyiintii ka qayb gala kulanka ra'iisul wasaaraha uu isugu yeeray ayaan u ballan qaaday ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre inay ka warsugi doonaan dhankiisa isla markaana aysan jirin dagaal ay haatan dhiirigelinayaan oo kaliya ay doonayaan in meesha uu ka baxo hogaamiyaha waqtiga dheer Jubbaland ka arminaya. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa intaasi kadib wuxuu qadka taleefanka kula xiriiray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo uu kala hadlay xisadda deegaanada Jubbaland ka jirta, isagoona sheegay in wadahadal wax walba in lagu dhameeyo ay muhiim tahay isla markaana guddi arrintan wax ka qabanaya dhowaan uu u diri doono deegaanada maamulka Jubbaland oo magaalada Kismaayo ay gaari doonaan maalmaha soo socdo, iyadoona halkaasi ay kula kulmi doonaan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulkaasi Maxamuud Saiid Aadan iyo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulkaasi, iyagoona kulamo kala duwan la qaadan doona waxgaradka siyaasiyiinta ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaar kuwa dowlad goboleedka Jubbaland. Haatan waxaa muuqanaya in xisadda Jubbaland wajiga kale ay yeelatay isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya dhankeedu dadaal ay ku bixinayso sidii Axmed Madoobe meesha looga saari lahaa. Guud ahaan, daawadayaalinta ayaan ku soo afmeeraya warkid ka daawanaysa Channelka Sirta Media, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.